كنت مستقر فترة طويلة بالسويد، ليش قررت ترجع لبغداد؟ شوف، أنا في الحقيقة ما رجعت رجعة حقيقية إلا سنة 2010. أما قبل 2010 فكنت أجي 4 أشهر 5 أشهر وأرجع أروح وأرجع. أما الآن فرجعت هذه الرجعة الطويلة اللي هي سنة، صار سنة وشوية، وسنة وشوية ترى مو تعتبر في رجعة. ظروف العراق تلح علي، ثم راح أقول لك فل الشيء يعجبك. هو يعني أنا أولادي يعاتبوني عتاب شديد إذا أترك العراق. هم عايشين ها؟ لا برا. يعني أنا يا أولادي يحاسبوني على ما قدمت. يريدون يخلصون منك. ها؟ يريدون يخلصون منك شكل. لا والله بالعكس. أنا أريد أخلص منهم. تدري ليش؟ لأن هم عانى علي بهاي الطريقة. شطيت، ما أعطيت شيء للعراق، ما كذا. وأنا أريد أخلص منهم. يحاسبوك.